أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة، يخنة البازلاء وجزر أو إدام بازلاء وجزر. رح أعمله بطريقة مختلفة هاي المرة شوي. رح أستخدم اللحم المفرومة بدل اللحم القطع، وعندي هون نص كيلو جرام من اللحم المفرومة خشن. استخدمت العجل، ممكن أستخدم الخروف أو حتى خليط بينهم. رح أبدأ أضيف اللحمة في طنجرة جافة وسخنة على النار. مع التجربة اكتشفت إنها كتير أطيب من لما نقلي البصل أول. هون رح استمر بتقليب اللحمة لحد ما يتغير لونها وتصير كلها بلون أبيض. طبعا بإمكاننا نستخدم لحمة راس العصفور أو لحمة قطع زي ما منحب، بس أكيد اللحمة إذا كانت حجمها أكبر من هيك لازم نسلقها أولا. شوفوا كيف تغير لون اللحمة تماما. هلأ هون بقدر أضيف البصل. أنا لحد الآن ما ضفت زيت، عندي بصلة واحدة كبيرة فرمتها ناعم، رح أضيفها للحمة. عشان أساعد البصلة إنها تستوي بشكل أسرع رح أضيف رشة صغيرة من الملح بأصابع الثلاثة الأولى بس، يعني أقل من ربع معلقة صغيرة من الملح بس حتى أساعد البصلة إنها تستوي. حركت. هلأ رح أسكر الطنجرة وأهدي النار لأدنى درجة ورح أتركها لمدة 5 دقائق بالضبط. بعد مرور 5 دقائق رح أجي ألاقي البصل استوى تماما مع اللحمة بهالشكل. هلأ أنا بدي أنشف هاي السوائل الموجودة، رح أعلي النار وبدي إياها هون تنشف. هلأ نشفت معي السوائل اللي طلعت باللحمة، هون رح أضيف الزيت. استخدمت زيت الزيتون، رح أضيف 3 معالق كبيرة. النار هون لازم تكون حامية. أنا هون هلأ بدي اللحمة تبدأ تاخد تحميصة لطيفة مع الزيت زي ما شايفين، وبقلب باستمرار. هلأ رح أضيف هون 2 كوب من البازلاء وجزر المجمدة، 2 ثوم مهروس، وببدأ أحرك. رح أقلبهم مع بعض مدة 3 لـ4 دقائق. هون هلأ رح أضيف 2 كوب من عصير البندورة، تقريبا 5 حبات، عصرتهم على الخلاط ناعم. معهم رح أضيف 2 كبار من صلصة البندورة، 1/2 معلقة صغيرة ملح، وفلفل أسود. رح أقلب. آخر إضافة رح أضيفها اللي هي 1 كوب من المي. بحرك شوي، بعدين هون رح أغطي طنجرتي وأوطي النار لأدنى درجة وأتركها لمدة 10 دقائق تغلي وتتسبك وتستوي كل مكوناتها تماما. بعد مرور 10 دقائق نيجي هون لليخنة. شوفوا كيف صار شكلها وقوامها، تكثفت الصوص وتسبكت وصارت عندي كتير شكلها حلو. هيك صارت وصفتنا جاهزة للتقديم. هون سكبت الكمية المناسبة بكل صحن، زينتها بوراق البقدونس الأخضر. منقدمها إما مع الرز الأبيض بالشعرية أو الرز الأبيض السادة أو حتى مع الخبز. وخلينا هلأ ندوقها سوا. قوام الصوص رح يكون كثيف، مثالية مع الرز. بتمنى تعجبكم وإن شاء الله ألف صحة وهنا.